بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. جلسة اليوم كانت مخصصة للاستجواب المقدم من الأخوين الفاضلين رياض العدساني وعادل الدمخي إلى الأخ الفاضل عادل الجار الله الخرافي وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة. ومثل ما شفتوا يعني إن شاء الله الاقتراح كان راقي بغض النظر عن الاختلاف في وجهات النظر، وسار يعني وفق الإجراءات المنصوص عليها في اللائحة، وانتهى الاستجواب اليوم. وجلسة يوم أمس تم فيها إقرار العديد من القوانين، سواء اللي كانت تنتظر المداولة الثانية أو بعض القوانين المهمة مثل قانون تعارض المصالح الذي طال انتظاره، والحمد لله أقر في هذه الجلسة يوم أمس. وكذلك تمت مناقشة وثيقة مهمة، الوثيقة الاقتصادية، واستمع النواب، وإن كانت هذه الوثيقة عبارة عن رؤية لا يتم التصويت عليها، لكن استمع النواب إلى شرح الوزراء المعنيين وتمت المناقشة في هذه الوثيقة. ونأمل إن شاء الله أن عجلة التشريع بدأت تدور، وأن الجلسة القادمة نقر فيها المزيد من القوانين. شكرا.